إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا على أن تصيبوا قوما عسى أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. احنا ضعافين تحت الرحمة الله، احنا الرحمة الله وقف معنا، احنا والو، احنا ضعافين. ولي غنزيد نأكد هي انها الناس المغاربة بأن حنايا أنا لا أملك حسابا إلكتروني. الحاجة اللي تغيرت هي ما شاء الله هاد الدرجة الإلكترونية عرفت واحد الإقبال كبير. جاونا عندنا المريدين من أنحاء المغرب، جاو كيسألوا على الطريقة وخصهم ينتسبوا، خصهم ينتسبوا لهاد الطريقة الصوفية. الناس اللي كتقول بأن كاين، جاو شي طبقة كيقولوا ودي هاد الكرامات وجد، بصح كاينين هاد الكرامات وكذا وكذا. قلت لهم أنا الكرامة ديالنا حنايا خصيصا في الزاوية هي الذكر، الغذاء الروحي والذكر والمحبة والوصول إلى حضرة الله سبحانه وتعالى. لي زادني هذه الإلكترون، أنا ظنيت مصائب قوم عند قوم فوائد. أنا الحمد لله كان شكر من هاد الناس اللي يعملوا لنا هاد الفوضى. قالوا لي واش غتعاقبوهم واش تدور فيهم؟ قلت لهم أودي لا، علاش غادي نعاقبوهم؟ وأنا الحمد لله استفدنا منهم حتى الحمد لله جيتوا لعنا، ما كناش كنعرفوكم. وهذا الشيخ هذا الصمادي الذي كان مسكين بحال نقول لك أنا مخبع، الحمد لله عطيتوا لنا واحد الشهرة، عطيتوا لنا كذا في الحق. الحالة اللي تغيرت فيها أنا الحمد لله الحالة ربانية، ارتقينا الله سبحانه وتعالى، لأن الحالة هذه غير عادة، ماشي غريبة على الأنبياء وعلى الأولياء. احنا بخصيصة كنتسب لمولي عبد السلام المشيش الذي مات شهيدا، ومولي عبد السلام المشيش ينتسب إلى مولي إدريس الأكبر الذي مات مسموما، ومولى إدريس الأكبر ينتسب إلى عبد الله الكامل، عبد الله الكامل، حسن الصبطي، حسن الصبطي، حسن المثنى، حسن المثنى سيدنا علي، سيدنا علي زوج لاله فاطمة الزهراء، الدرية ديالها شوف شنو وقع لها ما شاء الله عاود. لأن هادشي ماشي غريب على على على, 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 على الأولياء وعلى العارفين وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا. والحمد لله كاين اللي يسماه ابتلاء، وكاين اللي يسماه امتحان، وكاين اللي يسماه بحال نقول لك أنا ترقي في الدرجات. ايوا هذا فضل الله. انا كنقول لهم انا اذا ما كانتش هذا الانسان هذا عنده واحد الميزه خاصه ما يكونش هذا الضجه وقعت. لان انا اللي كنمتهن الرقيه الشرعيه في العالم، انا اللي عندي الزاويه في العالم. شحال الزواوي كاين ما شاء الله في المغرب، كل زاويه لها شهره ولها بركه. والرقاة الشرعيين الحمد لله في المغرب والقنوات تبارك الله. انا اللي عرفت هذا المسائل كاين لي ما شاء الله وصافي. الزاويه معروفه بالشباب، معروفة بالشباب اللي متعطشين خصهم الغذاء الروحي. الغذاء الروحي كاين الشاب اللي كيرتاح على الموسيقى، على الموسيقى ديال الهيب هوب، ديال الراب كذا. وكاين الشباب اللي كيعجبهم التصوف، اللي كيعجبهم السماع الصوفي، اللي كيعجبهم ديك المحبة بين الفقراء، ديك العيشة العيشة البسيطة بين المريدين، ديك المحبة التوافد. هذه الزاوية الحمد لله عرفت شهرة كبيرة في المنطقة الحمد لله وفي المغرب. وخصيصا غير هاد اليومين اللي وقع هاد الزوبعه عرفنا واحد الزعير البارح الحمد لله، واحد العدد الناس ما شاء الله اللي جاو محبين كيتسالوا فرحانين وكيقولوا ودي الحمد لله ظهر الحق، ظهر الحق. حنا كنا غلطانين، هاد الناس الفيسبوك غلطانين. قلت لهم ودي هذاك لسانه يرعى به الشك. هذا حديث سيدنا رسول الله، راتينا راه عارف الحديث سيدنا رسول الله، الانسان اللي كيتقضى على يدو الحوائج الناس ربي سبحانه وتعالى عطاه واحد الميزه خاصه، وعطاه واحد 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 الدور خاص. داك الدور اللي عطاه الله سبحانه وتعالى فيها حكمه. علاش ربي سبحانه وتعالى اختصه هو؟ لان كل ميسر لما خلق له، والولايه والبركه
لا تدرك بطلب ولا تنال بحيلة. هاد الناس اللي كيقولوا هذا الشيخ كذا يدعوا المساله اللي كنقولوا حنا عندنا البركه. انا ما عنديش البركه، حنا عندنا البركه مخفيه، بركه الدراوج ربي اللي معروفه عند المغاربه كامله بالماء بزمزم بالمسائد رب العالمين. واللي بغى يدعى وكيقول اودي هادشي ما كاينش منه الزوايا وهذا الشيخ لا محل له، يمشي يدعى يجمع له عيد ثلاثه الناس، هو اذا صدقوا ثلاثه الناس هي ننتسب ليه. انا قلت لك البركه مخفيه، حنا ماشي البركه الشرفه بحال اللي كيقول والد جزا الله، حنا كناكلو كنقولوا الله يخلف الله يجعل البركه. البركه كما حدثوا بها العلماء والشيوخ، البركه جند من جنود الله، البركه جندي من جنود الله. البركه كتحضر، كتجبر الاحاديث سيدنا رسول الله، كتجبر المعجزه اللي ما شاء الله سيدنا رسول الله عيب 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 بالاصابع ديالو روى الجنود عيب بزليفه عمل يد الحبيب هيدا وشربوا الجو حضرت البركه. كتجبرنا ما شاء الله الطويصل ضد اللحم كياكلوا منه 50 ديال الناس، كيقول واحد رص فيه البركه، لان البركه جندي من جنود الله. اذا حضرت حق لها شروط، خص يكون التقوى والورع والايمان، لان احنا التصوف طبعا الاعمال بالنيه، اذا ما كانش النيه ما كاين والو. البركه اللي كيقولوا ودي هاد سوبرمان وهذا هذا راه خزعبلات، اي خص يكون عنده العقل ديالو. راه حنا تبارك الله قرينا واعيين، بقى حد امي الحمد لله. خانا كنقولوا انا الراجل سالوني بحال اللي قلنا البارح، قالوا لي واش عالم شي صحافه العالم، قلت لهم انا ماشي عالم، انا الراجل امي ولكن لست بجاهل. انا واخا نعيان نقرا ما زلت امي، لان الوصول المرتبه العليا اللي وصلوا لها الحبيب ربي، حنا باقي في الارض، حنا الدراوج ربي، حنا والو، حنايا انا عبد ضعيف فقير. التصوف هو عباره عن اربع حروف، تصوف، التاء تقاء، الصاد صفاء، الواو وفاء، الفاء فنات. إذا كملت هذه الأوصاف في الذات البشرية فهو صوفي، أن يكون له تقوى، تقى، صفاء، وفاء، فناء في الله عز وجل. إذا كملت في هذا الأربعة الحروف فهو صوفي. وهنا يا الإسلام يدلنا على الإيمان، والإيمان يدلنا على الإحسان، مقام الإحسان كما هو معروف أن تعبد الله كأنك ترى وإن لم تكن ترى فإنه يراك. المقام ديال الإحسان باش نوصلوا له خصنا نكونوا مؤمنين مصدقين، ونكونوا على درجة من الإسلام، نكونوا صحاحين، ماشي حنا ما نصليوش ونقولوا حنا يا صوفيين، حنا لا نكذبوا ونقولوا حنا صوفيين، حنا لا نتشاعدوا ونقولوا حنا صوفيين. فهمتني؟ التصوف مقام كبير، مقام احباب الله، مقام التجرد، مقام الزهد، مقام العباده، والمقام الذي لا يقبل هذا بالعدد الكاميرات اللي حدايا دابا، راه دابا واقفين حدايا راه عاملين فوضى، فهمتني؟ اي والله زلت ولي عيني هذا بالعدد، اي صافي، لان المتصوفه ما عندهم علاقه بهذ الكاميرات، انا ما نحملهم شيء. اهداف الزاويه اقامه الشعائر الدينيه بالمقتضى المذهب المالكي السني تحت الرعاية صاحب الجلالة بالدعاء والتوفيق لأمير المؤمنين، لأن احنا البلد ديالنا الحمد لله بلد صوفي، مذهبها مذهب إمام مالك. التصوف بصفة عامة ليس له محل في السياسة، لأن إذا احنا كنقولوا إذا كان الصوفي مهتم بالسياسة لا محل له من التصوف، لأن الصوفي كيقول الله يجعلنا في الدنيا مسرورين وفي الآخرة مبرورين. إذا كان احنا في الدنيا خصنا نعيش السطرة، ناكلوا ونشربوا ونعسوا ونذكروا رب العالمين. إذا كان بغينا الشهرة، السياسة خصها الشهرة، والشهرة لا محل لها من التصوف. حليقة المولى عبد السلام مشيش في الصلاة المشيشية، اللهم أغرقني في عين البحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. شنو هي؟ الله، اسم الله الأعظم.